نازح من حلب وجينا لهون يا اخي، من حلب على سراقب وعم نشتغل هون يا اخي، شيء نعيش يعني، وحياه صعبه والاوضاع سيئه يعني بالنسبه لنا نحن كنازحين اخي، وتركنا كل شيء وجينا عم نشتغل كل يوميتنا 500 600 ليره حتى نطالع حق بزيت الاولاد. هذا اللي صار معنا. انت ومين اجيت من حلب؟ انا والاولاد والعيال. يعني اختلف عليكم الجو؟ اختلف طبعا يعني، هون غير هني، واحد كان بيرك ببيته غير عن اللي بيكون بيرك عند العالم او نازح او يعني، هاي المشكله. هذه الصعوبات عبعينيه؟ كل شيء ما في معونه، ان نحن بالنسبه لنا حلبيين القديمين ما في عندنا معونه، ما اجانا دعم، ما اجانا شيء نهائيا، صرنا ست شهور هون ما استفدنا شيء نهائي، ما اخذنا منهم ولا حبيت برغم. وعم نشتغل يوميا يعني، هون انا عم بشتغل هون عند هاي صاحب المحل يوميتي من الصبحيات للمسويات 500 ليره. عم بكفي؟ ايش بدي كفي؟ 500 ليره حق ربطين خبز. ايش بدي كفي؟ ربطه الخبز 200 ليره.